أشبهت في وقتنا احتشادهم حول الراقصات. إلى أين تدهور؟ أين سقطت الأمة؟ من خانها؟ من خدعها؟ كيف وصل حالها إلى هذا؟ يا أهل قلوب فيها نور لا إله إلا الله، أتروا الوضع بهذا الحال ولا تتحرك فيكم شعرة، ولا تحسوا بحرقة، ولا تدركوا أمر أمام هذا الواجب؟ أين وصلت الأمة؟ من قاد زمامها؟ أين ذهبت؟ من قاد أفكارها؟ من قاد وجهاتها؟ من قاد رغباتها؟ إلى أي شيء أملي عليهم أن يرغبوا؟ وبأي شيء يطربون؟ يا ربي بلا إله إلا الله وأهلها حرر وخلص وأنقذ قلوب أهل الإسلام في المشرق والمغرب من سلطة الكفر أهلها وأعداء قطاع الطريق. حرر هذه القلوب يا رب، طهر هذه القلوب يا رب، وانشر لا إله إلا الله في قلوب لا تقولها لتقولها يا الله يا الله.